بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين، وعن آل بيته الطيبين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنه وكرمه ورحمته، إنه أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وحياكم الله أيها الأخوة الكرام، والتواصل معكم من خلال قناتكم، قناة سامراء الفضائية، ومن خلال برنامجكم برنامج الرؤى والحياة. والتواصل معكم مستمر من خلال رسائل SMS التي تردنا على مدار أيام الأسبوع، فنجيب عنها بإذن الله عز وجل وتوفيقه وتيسيره، ومن خلال اتصالكم على الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة. مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة الكرام. كما اعتدنا مع حضراتكم أن نتناول بعض المفردات التي نحتاجها في التفسير والتي نحتاجها في التعبير، حتى يحين وقت استقبال اتصالاتكم وسماع رؤاكم. بعض المفردات تكلمنا عنها في الحلقات الماضية، واليوم نتكلم عن بعض هذه المفردات، فمنها ما يأتي تفسيره من خلال القرآن الكريم أو من خلال السنة النبوية، ومنها ما يأتي تفسيره وتعبيره من خلال لغة العربي كالشعر والأمثال وغيرها، ومنها ما يكون تفسيره بالتصحيف أو التحريف أو قلب الكلمة أو جلب كلمة قريبة من هذه الكلمة التي رأيناها في الرؤيا، فيكون تفسيرها ويكون تعبيرها إن شاء الله تعالى. وهذا ما سأتناوله في هذه الدقائق القليلة الأولى من هذه الحلقة. من ذلك أن المسلم قد يرى، أجلكم الله، يرى بعض الحيوانات كالجاموس، قد يراه في الرؤيا فيتساءل عن تفسير الجاموس. الجاموس يقول عنه المفسرون بأنه يدل على يعني رأس من رؤوس البدعة، يعني ليس مبتدعا فحسب، وإنما إنسان يقود الناس إلى البدع وإلى المخالفات التي تخالف القرآن الكريم والتي تخالف سنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، القائل في حديثه عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أو ما ليس فيه أو ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني هو مردود عليه لأنه ابتدع في الدين ما ليس من الدين. فالأصل في المعاملات والأصل في الأشياء عموما هو الإباحة حتى يرد نص شرعي بالحظر، والأصل في العبادات هو الحظر والتحريم حتى يرد نص شرعي بالتشريع. فالجاموس يدل على رأس من رؤوس أهل البدعة، وهذا الرأس يكون قويا مهيبا شجاعا، لكنه من أهل البدع. فإذا رأيت أنك يعني تتواصل مع هذا الجاموس، أجلكم الله، يؤذيك أو تؤذيه، يضرك أو تضره، يتقرب منك أو تتقرب منه، فاعلم أنك تتقرب من بعض أهل البدع والمخالفات. وعلى المسلم أن يتحصن بحصن شرعي فكري عقائدي سلوكي من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقيه شر الفتن ويجتنب بفضل هذا الحصن كل المحن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. أيضا قد يرى المسلم، أجلكم الله، بعض الحيوانات الأخرى كالجدي. قد يرى الإنسان الجدي وهو ذكر الماعز، قد يراه في الرؤيا فيتساءل عن تفسيره. الجدي يفسر في كثير من الأحيان بالولدي، فمن رأى أنه اقتنى جديا أو اشترى هذا الجدي فقد تلد يعني زوجته له ولدا. وكما أسلفنا معكم أيها الأخوة الكرام أن الولد يطلق على الذكر وعلى الأنثى، لقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهو قد يطلق على الذكر وقد يطلق على الأنثى على حد سواء، فالجدي يدل على الولد. فمن رأى أنه اقتنى جديا أو أكثر فهذا مولود يولد له أو أكثر.
ومن رأى جديا مذبوحا فقد يموت له بعض أولاده، فإن كان أكثر أيضا قد يموت له أكثر من ولد من أولاده، وهكذا بحسب الحال التي يرى فيها الجدي يكون التفسير. من رأى أنه مثلا، نعم معنا اتصال، نعم تفضلي أخت الدنيا من صلاح الدين. ألو تفضلي. يا ريت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أخت الدنيا يا ريت تنصين تلفزيون تسمعينا من التليفون حتى يكون صوتك أوضح عندنا. نعم تفضلي أخت الدنيا. نعم حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. تفضلي. إن شاء الله إن شاء الله. تفضلي. نعم إن شاء الله. أول حدثت إنه أني في المدرسة. نعم. وأني زميلاتي قاعدين بالصف. نعم. وجدت مدرسة مادة إسلامية. هاي المدرسة أعرفها، كانت درسنا أحد المراحل. نعم. بعدين سألت زميلاتي قال شنو موضوع الدرس اليوم؟ نعم. ما حد أرفض. بعدين سألتني قالت شنو موضوع درس اليوم؟ قلت لها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. قالت شنو معناته؟ قلت لها اللي يرحم الناس الأذن الله يرحمه ذات الدنيا. قالت مضبوط. نعم. هذا الرؤية الأولى. الرؤية الثانية حلمت إنه أت أخويا. نعم عفوا. أت أخويا. عرس أخوشة؟ أخوي. نعم نعم. وبعدين شفت أنه أنا نفسي أسود، أنا وأمي نفسي أسود، ورحنا أنا وأخوي وأمي أنه نجيب العروسة. نعم. بعدين شفت مرية ما أعرفها، كان بيدها بيض. شنو بيدها؟ بيض. نعم. بس ما أعرف كيف عددهن. بعدين قصني بيضة قالت هذا بيض ابد. شنو عفوا بعدين؟ قصني بيضة. نعم عطتش بيضة. نعم. وما تسمن قالت ان شاء الله تنتهين. نعم. واني دخلنا انه ما قعد الدرس وامتحان الدور الثالث. نعم مكملة وامتحانتي دور ثالث؟ اي مكملة الدرس وامتحان الدور الثالث وبعد ما اخذ النتيجة. ان شاء الله خير، بالتوفيق ان شاء الله. نعم ان شاء الله يا ربي. وهذا الحلم. وممكن الرؤيه الثالثه؟ تفضل. نعم مرت اخوي حلمت فيا. نعم حلمت انه انا واقفه وواحد واقف صفي. نعم. انه رجل كلش حلو. نعم. وسايل طفله هم حلوه. نعم. تقول انا تعجبت من جمالهم. نعم. جلسني هذول منهم هذا الرجال والطفل، قلت لها هذا زوجي وهاي بنتي. نعم. وبالحقيقة شفنا أنا ما متزوجة. نعم. وهذا حلو. إن شاء الله خير إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. حياك الله. تسمعين الإجابة. حيا الله أخ الدنيا. نعم. معنا اتصال. الأخ خالد تفضل. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. والله يتفضل اخوي العزيز. نعم سؤال هو الحلم في الناس يعني بعيد عنهم جنازه. نعم رحت عليهم قاعد معهم وامهم وامهم قالت لي انت خالد خلصت. هذا هو التفسير. قالوا لك انت خلصت؟ اقول لهم ماي قالت انت خلصت. هذا هو التفسير. نعم ثاني تفسير. نعم عمتي ثاني تفسير. عمتي خلصت يدنا مشتول. ايش بيها عمتك عفوا؟ شنو قالت لك عفوا؟ ابنها مقتول عتمشيه وابنها مقتول. ابنها ميت. قالت لك ابنها مقتول. لا لا ابنها ميت. نعم هو اصلا ميت. نعم اصلا ميت. حلمت بيه قالت مرينا من المحل عتشتغلت في المحل. نعم قالت كما اطلع الخبر يقول لهم لا تطلع الخبر لا تجي الحكومه. والله خالد صوتك كأنه صار مو واضح، كأنه أنت بغرفة بيها صدى يعني صدى جدران أو كذا فيأثر. نعم يعني هي عتمشي. إيه؟
ماشي، عمتك خابرتك ابنها اصلا بالواقع هو متوفى ميت؟ ايه متوفي، ماشي. ومرت هي دخلت المحل لو انت؟ هي قالت اقول انت محل عم تشتغل فيه، كل ما هو على الخبر ما يقبل. ما يقبل ما يقبل شنو؟ ما يقبل ترفع الخبر عليه. ما يقبل يتكلم معاها؟ ما يقبل يرفع الخبر، لا ترفع الخبر، خليه يشتغل. ها ما يقبل يطلع الخبر؟ ايه وارد تشوف من التلفزيون. شكرا. ان شاء الله خير، احنا اسفين بس الصوت كان مو واضح اخوي خالد، حياك الله. نعم. معنا اتصال؟ نعم ايها الاخوه الكرام. فقلنا بان اجلكم الله الجدي يعني من الحيوانات وهو الذكر الماعز يدل على الولد، فمن يعني اقتناه او تملكه فيدل على انه يرزق بولد، وان كان اكثر فيرزق باكثر من ولد. فان مات عنده جدي او ذبح هذا الجدي فهذا يدل على موت ولده، وان باع جديا او اشترى وكسب منه مالا فهذا يدل على انه يرزق بولد نفع، يعني يعمل هذا الولد ويكسب مالا ويعود بهذا المال لوالده ولأهل بيته، والله تعالى أعلم. أيضا من الحيوانات أجلكم الله التي ترى في الرؤيا أن يرى الإنسان الجرذ، وهو يعني على هيئة الفأر لكنه أكبر حجما، يعرفه أهل القرى والأرياف. فهذا الجرذ يعني يدل على أمور كثيرة، منها أنك إذا رأيته فإنه يدل على الانتقال من بلد إلى بلد، لأنه يعني يحسن الانتقال تحت الأرض وحفر الأنفاق والتنقل فيها من مكان إلى يعني مكان، كما هو الحال بالنسبة لليربوع أو ما نسميه بالعامية بالجربوع، لكن تخفيفه في اللغة يسمى باليربوع. فهذا أيضا يحفر يعني أنفاقا في الأرض، حتى أن المنافق سمي منافقا لأنه يعمل عملا على هيئة اليربوع أو على هيئة الجرذ. فيعني يأتيك بوجوه متعددة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. وأيضا في قول الله عز وجل في سورة المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهذا الخداع والتلاعب والوجوه المتعددة عند المنافقين يعني ضربت مثلا على عمل الجرذ أو على عمل اليربوع الذي يتخذ يعني بيوت متعددة المداخل ومتعددة النوافذ، فكلما أتيته من باب خرج من باب آخر، وكلما أتيته من منفذ خرج من منفذ آخر. على العموم الجرذ في الرؤيا يدل على الانتقال من مكان إلى مكان، من يعني مدينة إلى مدينة، من بيت إلى بيت إلى آخره. ومن رأى الجرذ في بيته فعليه أن يحذر على بيته من اللصوص الذين يسرقون هذا البيت سرقة حسية أو معنوية، يعني يسرقون المال أو يسرقون الأثاث لا قدر الله، أو أنهم يعني يسرقون أفكار أهل البيت أو يؤثرون على عقائد أهل البيت أو على يؤثرون على سلوكيات أهل البيت، كما هو الحال بالنسبة للشياطين الإنسي أو شياطين الجن، وكما هو الحال بالنسبة للتقنيات الحديثة والأجهزة الحديثة التي دخلت على البيوت فأثر سلبا أو إيجابا بحسب واقع حال الأسرة ورب الأسرة والقائم على هذه الأسرة، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للجرذ. أيضا من الحيوانات أجلكم الله التي قد ترى في الرؤيا ونحن أخذناها على حرف الجيم في الغالب هو الجراد. الجراد إما أنه يدل على يعني العذاب، وإما أنه يدل على أنه جندي من جنود الله، وإما أنه يدل على أنه آية من آيات الله عز وجل، لأن من ضمن الآيات التي ابتلى الله عز وجل بها بني إسرائيل الجراد والقمل والضفادع والدم، وبين الله عز وجل لنا أنها هي آيات ابتلى الله عز وجل بها بني إسرائيل. فقد يكون الجراد معبرا عن عذاب ينزله الله عز وجل على الناس، فإذا رأيت في الرؤيا أن جرادا كثيرا يغطي الأفق أو يغطي الشمس قد نزل في مدينة ما، فهذا يدل على أن عذابا من الله عز وجل نزل، سواء كان هذا العذاب من السماء أو عذاب من الأرض أو عذاب أن الله يسلط أعداء يعني يسلط أعداءك عليك أو يسلط أعداءنا علينا، فالجراد يعبر عنهم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة والثبات. وكذلك يا أخوة الكرام أن الجراد أيضا قد يدل على جند من جنود الله، أنه جندي من جنود الله يسخره الله عز وجل على من شاء ويرفعه عمن يشاء سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل له جنود السماوات والأرض يسخرهم كيف يشاء ومتى ما شاء وأين ما شاء. نعم معنا الأخت أم نور الدين، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
نعم تفضل. والله عندي حلمت قبل كم يوم. نعم. إن أنا جبت أختي. نعم. أشوف ناس بالبيوت. نعم. شلون يعني مثل الأموات يعني شيء يعني يخوفون. كأنهم أموات. نعم. أقرأ آيات، أقرأ آيات وسورة الإخلاص سورة الفلاح الناس. نعم. يعني أقرأ إلى أن قعدت وأني أريد يارب. نعم. يعني الناس هذه كانت تطلع من البيت. بدأوا يطلعون الناس من البيت؟ إي. بعد ما بديت تقرين قرآن؟ بعد ما بديت أقرأ قرآن بدأوا يظهرون هم ويطلعون من الباب. نعم. نعم. أيوه. شكرا. حياكم الله، نعم. نعم، معنا الأخت أم علي، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. بنت زوجي لسه خبرك على حلم الثاني مالته. نعم. ما افتهمت عليك، كان صدى تقول. زوجك عفوا منو الأخ خالد؟ إيه. بس أمي هي الحلمت، أخويا متوفي. ماشي، نعم. متوفي عادينا هي وأخوي عايمشون، وزوجي عنده فرن بالمصر يعني عفوا أم علي، عفوا أم علي، هو أخوك ميت بالواقع أصلا؟ إيه ماشي. وأمك؟ صار له 4 أشهر 5 أشهر ماشي، متوفي. الله يرحمه، زين أمك شنو حلمت؟ فعادينا دول عاد أمشي أنا وأخوك تقولوا جينا نكسر المال زوجك. نعم. ايه تقول تشيل الخبز، تقول ابني يعني اخويا يقول لا لا شيل، الحكومه ما تقبل. ابني ايش فايده شوف من اكو؟ ها يعني اخوك المتوفى نفسه؟ ايه نفسه هو المتوفي يقول لا 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 شيل انه الحكومه ما تقبل. اراده تشيل شنو صمون يعني؟ خبز مخبز. نعم. ايه مخبز. وأخوك متوفي من قبل 3 أشهر؟ 4 أشهر، شهرين 6 أشهرين ما به شيء. نعم الله يرحمه. إيه والله. إن شاء الله خير. إن شاء الله تسمعين الإجابة. حياكم الله. حياكم الله. نعم. معنا اتصال. الأخت أم إبراهيم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضلي. بارك الله فيك. الله يسلمك. نعم. أنا عندي حلمت نعم. أنا يعني والدتي ما نو وأرملة. نعم. فحلمت أن أنا لاتبت بدلة. نعم شنو عفوا؟ بدلة مال. لابسة بدلة؟ إي لابسة بدلة بدلة مال العريس. نعم. والبدلة يعني ما بين يعني للرب والدراسة وهي قليلة يعني ما بين البلد من عندها. نعم. وانا اضاوع يعني اضاوع اقول لسني يعني انا اضاوع انا اضاوع انا اضاوع انا اضاوع. نعم شو تقولين؟ اقول انا ليش لابسه هذه؟ ليش لابسه هذه؟ ما اعرف كلامك بس الاخير اختي ام ابراهيم ما فهمته ما وصلني. شو تقولين انت؟ بينش وبين نفسك شنو تقولين؟ انا اقول بيني وبين نفسي اقول انا ليش لابسه هذه؟ ليش لابسه هالبدله؟ نعم. عفوا الاخت ام ابراهيم حضرتش أرملة مو؟ ماكو أي مشروع زواج؟ ماكو مشروع زواج؟ لا 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 لا. نعم شلون التزامك الديني؟ التزامك الديني؟ الحمد لله. التزام جيد. ماكو دراسة صباحية مسائية شيء؟ لا لا ما عندي. ماشي. نعم لا دراسة. ماشي الحال. تسمعين الإجابة إن شاء الله. حياك الله. نعم. معنا اتصال. نعم. أخونا أبو محمد تفضل. السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ بديج حصان ماكو أبيض. نعم. حصان الأبيض شوفت هيك بالسماء. حصان. الله أكبر الله أكبر أبيض هيك شفته ماكو أيمشي. في السماء نعم. إيه. أنت تقولين الله أكبر؟ إيه لا مو أنا يعني والحصان ماكو يعني نشوف بالعلم. نعم. يعني هيك يعني شيء عجيب يعني هيك صارت فيه. يعني متعجب من يمه؟ متعجب من يمه من الحصان؟ ايه ايش شفت حصان ماكو ايش ابيض واخو واحد ايش راكب اخو واحد ايش راكب عليه ماكو ابيض ملابس ابيض حصان ابيض كل شيء يعني ابيض. نعم. ايه ان شاء الله خير. عفوا شنو تشتغل اخي ابو محمد؟ انا والله اشتغل لباخ. لباخ؟ ايه نعم.
شلون التزامك الديني جيد ان شاء الله؟ يعني تعطي هذا الجواب بعد الساعة؟ الصلاة، قراءتك للقرآن، وضعك العبادي. والله الحمد لله جاي نصلي. الحمد لله. جاي نصلي ما بقول لك لا، نصلي وهذا بس. صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. زين، متزوج أخ أبو محمد؟ أيه متزوج أنا. نعم إن شاء الله خير، تسمع الإجابة إن شاء الله. حياك الله. أشكرك رحمة الله عليك. الله يبارك، حياك الله، الله يبارك فيكم. نعم. معنا اتصال، الله يكرمك، مع السلامة. نعم. بارك الله فيك. حياك الله. نعم يا أخوة الكرام، قلنا بأن الجراد يدل على واحدة من ثلاثة، إما أنه يدل على عذاب من الله عز وجل نسأل الله العافية، وإما أنه يدل على جندي من جنود الله، لأن الجراد هو من جنود الله عز وجل التي لا يعلمها إلا هو في السماوات والأرض، وهو يسخرها كيف يشاء ومتى ما شاء وأينما شاء. معنا اتصال. نعم. وأيضا عندنا أن الجراد قد يكون آية من آيات الله عز وجل. أيضا مما يأتي بحرف الجيم الجمل أو الجمال أو الإبل بصورة عامة. أما الجمل فقد يأتي بمعنى الحزن، أنه يدل على الهم ويدل على الغم ويدل على الحزن في بعض الأحيان. بعض الأحيان يأتي الجمل جمعه جمال فيأتي ليدل على المال، على اعتبار أنه هو نوع من أنواع المال التي يقتنيها الإنسان، فكلما اقتنى جمالا أكثر كلما كانت عنده أموال أكثر عفوا، حتى أننا يعني في وقتنا هذا الحاضر يعني بعض أنواع الإبل يعني والجمال بعض أنواعها يعني يصل إلى أسعار يعني باهظة وثمينة جدا، فإذا هو يدل على نوع من أنواع المال. وقد يدل على المال من باب التصحيف لكلمة جمال، فإذا حذفنا منها الجيم يبقى مال، يبقى مال، فهو يدل أيضا على المال. وقد تأتي الجمال لتدل على الحسن والجمال، فهي أيضا فقط لا نغير فيها بالحروف زيادة ولا نقصان، ولكن نغير فيها الحركات فتأتي لتدل على الحسن والجمال. نعم معنا مصطفى. أخونا مصطفى تفضل. تفضل أخي. ألو. نعم تفضل. ألو. نعم نسمعك، تفضل أخي. والله نسمعك لكن الصوت غير واضح. ألو، كان الصوت غير واضح. معنا الأخت أم عمر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نعم تفضلي أم عمر. الحمد لله رب العالمين، حياكم الله. الشيخ بالحرين. نعم. من عمر ابني. نعم. صاعد بالسيارة، السيارة هي مالتنا بالسيارة. صاعد بالسيارة وبعد؟ فمطرت الدنيا مطرة وايد الدنيا، فشلون السيارة تكون طارت يعني طارت هي تمشي. نعم. ويعني شلون افترت هيك وصارت يعني كأنها اكو جبل وصارت وراها. نعم. فأنا سويت يعني من حالات روحي علي يعني أريد فد شيء يعني أوصل له شلون أوصل له، عبرت الجبل رأسا. نعم. فتت من يمناس وصعدت على الجبل ونزلت. وين رحت؟ أشوف السيارة بيش مصدومة يعني بشلون وقفت. نعم. يعني الحمد لله لقيت السيارة واقفة. نعم. إيه. لقيت السيارة واقفة يعني شلون تقول الحمد لله يعني ما فيها شيء، وكنت أنا خايفة يعني خايفة من شيء. نعم. فأكو ناس يعني حيرين يعني عبروني رأسا عبروني قالوا لي هذا كنت أنا شوية مفرقة علي وراي. نعم عفوا أختي عمر، ابنش عمر موجود بالبيت لو مسافر بغير مكان أو موجود بغير محافظة بغير قضاء؟ لا والله بالبيت. موجود بالبيت؟ إيه. نعم نعم خير إن شاء الله، تسمعين الإجابة إن شاء الله. معنا أخونا عدنان من واسط تفضل. أنا شفت في المنام حلم يعني. نعم تفضل أخي. فولد صديقي ميت. نعم. بالرؤية شفت قلت له كامل شو أنت تعبان وشك أصفر. نعم. قلت له شو تعبان وشك أصفر. رد علي قال لي قدام الكون شريف. شنو قال لك عفوا؟ قال قدام الكون شريف ما أقدر يعني. قدام يكون كريت. نعم. إيه ما أقدر أطلع
من قال لي انت اني جاني رايه الموت شاهدت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول ما كملت رسول الله وقعدت للمنام. نعم. فلقيت لساني يابس وجسمي يعني مثل تعبان. ان شاء الله خير اخ عدنان. ان شاء الله هو هذا صديقك يعني بالواقع متوفي من زمان يعني؟ اي اي قبل سنه سنه ونص. شلون كان التزامه الديني قبل وفاته؟ من هو؟ هو صديقك. والله التزامه يعني 70% زين كل زين. نعم ماشي الحال، تسمع الاجابه اخوي عدنان ان شاء الله. الله حياك الله حياك الله. نعم. معنا اتصال. نعم اخونا كاظم تفضل. اخويا كاظم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله اخويا. اخي نعم. قبل سنة يعني بالمنام شفت رب العالمين. لا اله الا الله. نعم. بالمنام شفته يعني مو شفته بس اصوات سمعته، قال لي راح انزل لك ملائكة واختار لك ملك. نعم. إن شاء الله أخ كاظم تسمع الإجابة. نعم بارك الله حياك الله. نعم حياك الله. نعم معنا اتصال. نعم. نعم نعم أيها الأخوة الكرام، قلنا بأن أجلكم الله هذه بعض الحيوانات ذكرناها التي نراها في الرؤيا. آخر شيء تكلمنا عن الجمال، وقلنا الجمال اللي هي جمع جمل، إما أن الجمل يدل على الحزن أو الحزن، وإما أنه يدل على المال على اعتبار أنه هو نوع من أنواع المال، أو أن التصحيح في قضية الكلمة إذا حذفنا حرف الجيم من الجمال يبقى مال فهو يدل على المال، أو أنه يدل على الحسن وعلى الجمال على اعتبار جمال وجمال الفرق فقط في الحركات، والله تعالى أعلم. أما إذا رأيت جملا منحورا في بيت، فيعني جمل قد ذبح في بيت فهو يدل على موت صاحب الدار، والله تعالى أعلم. نعم معنا اتصال أخت أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أختي، تفضلي. نعم. أم أحمد صوتش مو واضح، يا ريت تغيري مكانش بالاتصال حتى بلكي. حلمتي بوالدي، هو متوفى أصلا؟ نعم. نعم، إيه؟ إذا أخذ من المقبرة. يعني وين شفتي بالرؤية بالمقبرة؟ مو مقبرتكم؟ نعم والله. الأخت أم أحمد عفوا، الأخت أم أحمد يا ريت تعاودين الاتصال، لأنه أبدا ما واضح عندي الكلام، حتى تكون واضحة الرؤية حتى نفسرها. معنا الأخت مكرار تفضلي. كرار الأخ كرار تفضل. حبيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي. الله يحفظك. تفضل أخي. أمس بوحدك حلمت حلم بالليل. ماشي تفضل. نعم. يعني يومي أحلم هذا الحلم، نفس الحلم بين يوم ويوم كل أسبوع. نعم. يتكرر معك بكثرة؟ شلون؟ يعني بكثرة جاي يتكرر معك نفس الحلم؟ نفس الحلم يعني جاي. ماشي تفضل أخي. ألو. عيني كرار، شنو الحلم اللي يتكرر معك باستمرار؟ يعني شخص كنت أحبه وهسه تركته يوميا أحلم به. أها يعني خطيبتك قبل جاي أشوفها باستمرار؟ لا يعني كانت في المستقبل وهسه تركتها. نعم. من بعد يومي أحلم بيها. نعم. أمس يعني حلم ساعة تغذي. نعم. والله. إن شاء الله خير. سأل الله إن شاء الله يسر أمورك أخوي كرار. يفتح عليك. حياك الله. نعم.
معنا الأخت أم محمد من سامراء، تفضلي. تعال شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله محمد، تفضلي. أنا عندي حلمي الإليا واحد والحماسي واحد. ماشي، نعم. تفضلي. لأسر خميس حلمت بالقمار. نعم. قبل لا شفت القمار إنه عاصفة قوية جدتي. نعم، شنو عفوا؟ أم محمد. والعاصفة وصلت. شنو حلمتي عفوا بشنو؟ يعني كنت عاصفة قوية. عاصفة، نعم. وبعدين وقفت العاصفة والقمر طلع يعني منور حيل. نعم. وقام يطلع هيك منا مثل اللؤلؤ، يعني تعجبنا به حيل. نعم. وانتهى الحلم، قعدت من النوم يعني مش من بس من الحلم. يعني القمر بس كان نوره أقوى يعني؟ أنا أهلي بنزلت يعني عيالي يشوفها يعني مبارع عليها متعجبين بي يعني. ماشي، إن شاء الله. رؤية ثانية. حمارت الزوجة صار لها أكثر من سنة. نعم. وما عندها أطفال، فحلمانة إنه ترضع طفل، يعني متكرر عندها الحلم أكثر من مرة. نعم، إن شاء الله خير. نعم. طيب، حياكم الله، تسمعين الإجابة. نعم. نعم، إن شاء الله. هذا ما وردنا اليوم من رؤى، سنقوم بتفسيرها وتعبيرها إن شاء الله تعالى وقدر ويسر. نستأذنكم بفاصل ثم نعود إليكم، فانتظرونا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد. أيها الأخوة الكرام، وردتنا مجموعة من الرؤى، سنقوم بتفسيرها وتعبيرها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، ونسأل الله أن يجعل ما رأيتموه خيرا تتلقونه أو شرا تتوقونه، وعموما خيرا رأيتم إن شاء الله. كان معنا الأخ الدنيا من صلاح الدين، تقول أنها رأت في الرؤيا أنها في المدرسة هي وزميلاتها، ودخلت عليهم مدرسة الإسلامية، ثم يعني هي تعرفها في الواقع، يعني تعرفها باسمها، كانت قد درستها في مرحلة سابقة، ثم سألت زميلاتها عن موضوع الدرس فلم تجب يعني منهن واحدة، ثم أجابت هي فقالت لها الموضوع عن الرحمة، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وسألتها عن معنى ذلك فأجابتها عن معنى هذا الحديث، فقالت لها: نعم، هو هذا معنى الحديث وهذا هو مضمون الحديث. ورأت رؤيا ثانية وثالثة. نقول في الرؤيا الأولى الأخ الدنيا، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياك والأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. فهذا يعني المدرسة تدل على الدرس، والدراسة أيضا تدل على الدراسة ذاتها، والدرس أيضا هو فيه موعظة لك إن شاء الله في التخلق بخلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، والإسلام هو دين الرحمة، فالله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة بتعامله مع أعدائه ومع أصحابه ومع أمته، مع الصغير مع الكبير، مع الغني مع الفقير، مع البشر مع الحيوانات أجلكم الله. ومن صور رحمته أنه يعني له رحمة في الدنيا، ومن صور رحمته في الآخرة الشفاعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وأنا استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي. فنقول باختصار لأخ الدنيا أن هذه الرؤية فيها تذكير لك أن تتخلقي بخلق الرحمة مع نفسك، مع والديك، مع أهل بيتك جميعا، فإنما يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء. فهو تذكير لك أنك كلما كنت رحيمة بمن حولك أكثر، كلما يعني وسعتك رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. نسأل الله يرحمنا وإياك وجميع المسلمين. الرؤية الثانية قلت أن فيها عرس لأخوك، والعرس مدعاة للفرح، لكن قلت أنك تلبسين أسود أنت وأمك، وذهبت إلى يعني إلى بيت العروسة، ثم رأيت في الطريق امرأة في يدها بيض، ثم أعطتك بيضة. نقول العرس يا أخت دنيا، بما أنك طالبة، العرس يدل على الفرح لأنه هو مظنة الفرح، والله تعالى أعلم. والملابس هنا كما أسلفنا أنها إما أن تدل على الدين أو تدل على الزواج أو تدل على العلم. فبما أنك في مرحلة الدراسة وفي مرحلة الاختبارات والامتحانات، فهي في الغالب تدل على أنك تفرحين بتعلمك للعلم وبعاقبة ونتيجة هذا العلم. والبيضة التي يعني أعطتك إياها المرأة، البيض قلنا يدل على النساء أو يدل على البنات، الله عز وجل قال: كأنهن بيض
مكنون، فهي إن شاء الله تعالى بشارة تبشرين بها بخصوص دراستك والمادة التي أكملت فيها، وتفرحين بها أنت وأمك وجميع أهل البيت إن شاء الله تعالى وقدر ويسر. نسأل الله أن يجعل عاقبة امتحاناتك رشدا، وأن يأجرنا وإياك والمسلمين من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، والله تعالى أعلم. تقول أيضا أنها رؤية ثالثة للأخ الدنيا من صلاح الدين، أن زوجة أخوها يعني رأتها في رؤيا أنها تقف ومعها شخص آخر وبنت كانت صغيرة، وكانوا يعني في يعني صورة حسنة جدا، فسألتها فقالت لها ما هذا؟ قالت هذا زوجي وهذه بنتي، علما أنها غير متزوجة. فنقول يا أخت دنيا هذه رؤيا طيبة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها يعني بشارة لك بالزواج وبالذرية الصالحة، لأن الله عز وجل قال من آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فالزوج يدل على الزوج في الرؤيا، يعني يفسر بالزوج أيضا، والبنت تفسر بالبشارة أو تفسر بالبنت نفسها، فهي بشارة بالزواج وبالذرية، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يجعله خيرا تتلقينه إن شاء الله. كان معنا الأخ خالد يقول يعني رأيت أناس، وأظن هذه الرؤيا مرت علينا في الحلقة الماضية أو التي قبلها، لكن قد يكون الأخ خالد لم يسمع الإجابة عنها. هو مهجر، فرأى أنه يعني قد ذهب إلى يعني أناس هم بعيدين عنه، لكن جلس معهم وكانت معهم أمهم، فقالت له أنت خلصت، أنت خلصت. فنسأل الله يا أخ خالد أن يجعل هذه الكلمة خلصت أن يجعلها خلاصا لك من همومك وغمومك وأحزانك في الدنيا ومن ذنوبك إن شاء الله، وأن يجعلها يعني نهاية هذه الفتنة ونهاية هذه المحنة التي تعيشها أنت ويشاركك فيها الكثير من الناس. فكلمة خلصت نسأل الله أن يجعلها خلاصا لك من الظرف السلبي الذي تعاني منه أنت الآن في التهجير، وأنك ستعود إلى بيتك قريبا، والله تعالى أعلم. أيضا الرؤية الثانية هو لم يكملها لكن أكملتها زوجته لأم علي، تقول يعني حلمت رأت أمي أخوها الميت، وأم علي هي زوجة الأخ خالد، تمشي هي وابنها، وذهبوا إلى الفرن الخاص بأخونا خالد مال زوج زوجها الأم علي، وأرادوا أن يأخذوا منه خبزا، إلا أنه قال لها ابنها الميت لا تحملي الخبز لأن الحكومة لا تقبل، لأن الحكومة تقبل. أقول يا أخت أم علي هذا الحلم هو خاص ب يعني أمك وبأخوك، فقد تكون لكم أرزاق، لأن الخبز يدل على الرزق والله تعالى أعلم، قد تكون لكم أرزاق لكنكم تتحرجون من أخذها، إما أنه راتب فتتحرجون من أخذه فقد يكون فيه أضرار أمنية عليكم بأخذه، أو تكون لكم أموال عند آخرين وعند مطالبتكم بها يعني ينالكم أذى أو ضرر، فأنتم مترددون بين أخذها وبين تأخير أخذها، بين استلامها وبين تأخير استلامها، والله تعالى أعلم. فإن كان الأمر كذلك فاستخيروا الله عز وجل واستشيروا، فإن رأيتم أن الحكمة تقتضي بأخذ هذه الأرزاق أو أخذ هذه الأموال فخذوها، وإن كانت الحكمة تقتضي يعني غض النظر وتأخير ذلك إلى أن تكون فرصة مناسبة والوقت مناسب فلا ضير في ذلك، والله تعالى أعلم. كان معنا الأخت أم نور الدين تقول رأيت رؤيا في بيت أختي، رأيت ناس في البيت كأنهم على صورة الأموات، وأنا أقرأ آيات من القرآن الكريم وسور من ضمنها سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، ثم نهض هؤلاء الناس وجعلوا يظهرون ثم يخرجون من البيت. طبعا الأخت أم نور نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه ومثل الذي لا يذكر ربه كالحي كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت، لأن القرآن لأن ذكر الرحمن سبحانه وتعالى حياة للقلوب وأنس للنفوس وانشراح للصدور وطمأنينة للقلب، فإننا ننتقل به من حال إلى حال بذكر الله بعبادة الله بقراءة القرآن، ننتقل من الجهل إلى العلم، ننتقل من الضلالة إلى الهدى، ننتقل من يعني قسوة القلب إلى لينه، من جفاف العين إلى أنها تكون هذه العين يعني تجود بمائها إلى آخره، يعني الإنسان ينتقل من حال إلى حال. لذلك الله عز وجل قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذن لماذا يا رب أنزلته؟ أنزلته ليسعد محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن ولتسعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن. فقد يكون يا أخت أم نور الدين بيت أختك فيه شيء من الغفلة عند بعضهم، شيء من القسوة، البعد عن الله عز وجل، البعد عن القرآن أو عن الصلاة أو عن الذكر،
فهذا فيه تذكير لك ولهم بالعودة إلى القرآن، بالعودة إلى ذكر الرحمن، بالعودة إلى الركوع، إلى السجود، إلى عبادة الرب المعبود سبحانه وتعالى الله عز وجل، فإن بها السعادة في الدنيا والآخرة والنجاح والفلاح إن شاء الله في الدارين. نسأل الله لنا ولكم الخير والبركة، والله تعالى أعلم. كان معنا أيضا اتصال من الأخت أم إبراهيم، تقول أنها رأت رؤيا قبل 3 أيام، هي مواليد 68 أرملة، وهي ترى أنها تلبس بدلة بيضاء كأنها بدلة يعني العرس، لكنها كانت قصيرة إلى الركبتين، وهي كانت تقول في نفسها يعني كيف ألبس هذه البدلة. فبما أن الأخت أم إبراهيم هي ليست من أهل يعني الدراسة، وليس هنالك مشروع زواج، لأننا سألناها فقالت ليس في الأفق يعني أحد تقدم وليس هنالك مشروع زواج، ونسأل الله أن يقدم وأن يقدر لها ولنا ولكم والجميع المسلمين الخير. لكن على العموم في الأغلب أن هذه الرؤيا تخص مجال الدين، أن الملابس تفسر بالدين، فكلما كانت الملابس في الرؤيا سابغة وساترة ووافية وكافية فهي تدل على تمام الدين، وكلما كانت هذه الملابس يعني غير ساترة لجميع الجسم، إن كانت إلى الكعبين فهي أفضل من أن تكون إلى الركبتين، وإن كانت إلى الركبتين أفضل من أن تكون إلى منتصف الجسم، وإن كانت إلى منتصف الجسم أفضل من أن تكون مثلا إلى الصدر، يعني بحسب يعني ستر هذه الملابس وكونها ساترة ووافية وسابغة على جميع الجسم. على العموم يا أخت أم إبراهيم إن شاء الله دينك جيد والتزامك جيد، لكن مع ذلك هذه الرؤية الطيبة فيها تذكير لك أن تزيدي من الطاعات، فإن كنت من أهل الصلاة فزيدي من صلاتك، وإن كنت من أهل القرآن فأكثري من قراءة القرآن، قراءة حفظا سماعا تدبرا تأملا في كل العبادات، حاول أن يكون لك يعني اسم مع كل عبادة، وأن يكون لك نصيب من كل طاعة، وأن يكون لك حظ من كل قربة من القربات التي نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. هي رؤيا طيبة لكن فيها تذكير لك أن تستزيدي من الخير، حتى إذا ما جاءت الآخرة وقال الناس يا ليتني قدمت لحياتي تجدين أنك قدمت للآخرة الكثير الكثير. كان معنا الأخ أبو محمد، رأى في الرؤيا يعني حصانا أبيض في السماء، وكأنه عليه يعني فارس يعني يركبه، وكان بملابس بيضاء، وكان هو يعني عند رؤيته يكبر يقول الله أكبر الله أكبر، وهو يعمل كاسب والتزامه الديني يعني جيد، وهو متزوج أيضا، على اعتبار أن الخيل قد تفسر أيضا بالزواج، لكن على العموم هي خير لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهي إن شاء الله يعني بشارة لك بالخير يا أخ أبو محمد، ونسأل الله أن يفتح عليك وأن يقدم لك الخير حيث كان، والله تعالى أعلم. كان معنا الأخت أم عمر، تقول رأت ابنها عمر يصعد في سيارة، كانت السماء تمطر في الرؤيا، ثم طارت السيارة فانتقلت من مكان إلى مكان حتى ذهبت خلف الجبل، ثم اهتمت واغتمت لأجل ذلك وهي تريد الاطمئنان على ابنها، فما كان منها إلا أن ذهبت خلف الجبل فوجدت السيارة واقفة، والأمر طبيعي واطمأنت على وضع ابنها. نقول يا أختم عمر بما أن ابنك يعني هو لم يسافر إلى مكان ما، السيارة تدل على المسير أو تدل على السفر، طيرانها قد يدل على وسيلة التنقل أنها قد تكون برا أو أنها قد تكون جوا، لكن على العموم والله تعالى أعلم الرؤيا تشير يا أخت عمر أنك قلقة على ابنك بسبب هذه الظروف القائمة، فبما أنه في البيت فأي مسلم أو مسلمة يخاف على نفسه، يخاف على أولاده، يخاف على ماله، يخاف على عرضه، يخاف على دينه، فليستودع الله عز وجل ما يخاف عليه، فإن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. قولي اللهم أني أستودعك نفسي، أستودعك عرضي، أستودعك أموالي، أستودعك أولادي، ديني وخواتيم عملي، فاحفظنا بحفظك يا من لا تضيع ودائعك، إنك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. وابحثي عن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق عليه الصلاة والسلام، وادعي بها الله عز وجل، واذكر الله عز وجل فإنه يحفظك ويحفظ لك ابنك وسائر أفراد الأسرة. على العموم الرؤيا تشير إلى أنك قلقة على ابنك أن يذهب يمين أو يسار، أو أنه يفتن لا قدر الله في دينه أو في نفسه أو في غير ذلك، فعليك أن تحسني تربيته وتحسني توجيهه، وأن تجعلينه وديعة عند الله عز وجل، فإن شرق أو غرب أو ذهب شمالا أو جنوبا فاطمئني لأن الحافظ هو الله عز وجل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هو الذي يحفظ الودائع وهو الحفيظ وهو الرقيب وهو السميع وهو الشهيد
سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. كان معنا الأخ عدنان من واسط، رأى صديقه في الرؤيا، وصديقه قد مات منذ فترة، يقول فرأيته فكانت حاله يعني متعب، فيعني فقلت له يعني كيف أنت أصبحت أنت متعب كثيرا أنت كذا، فقال له يعني قال أنا أمامي كونكريت لا أستطيع أن أخرج. ثم الأخ عدنان قال فلما علمت بحاله قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم، فلم أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظت من النوم. فنقول يا أخ عدنان هذه الرؤيا فيها موعظة لك، وفيها بيان لحال صاحبك وصديقك. فالميت يا أخ عدنان والأخوة المشاهدين والمشاهدات، الميت كلما رأيناه في الصورة حسن الوجه مبتسم عليه أثر النعمة وعليه أثر العافية، وثيابه كاسية وجميلة، كلما دل تنعمه في الرؤيا فهذا يدل على تنعمه في قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وكلما رأيت مغموما مهموما عليه آثار الهم والغم والمرض والتعب، وثيابه ممزقة وعليه التراب وعليه كذا، فهذا يدل والله تعالى أعلم على سوء حالي في قبره، نسأل الله لنا ولكم العافية. فيا أخ عدنان نسأل الله أن يتجاوز عن صاحبك في قبره، وأن يوسع مدخله، وأن يجافي القبر عن جنبيه، وأن يجعله برحمته وبكرمه سبحانه وتعالى أن يجعل صاحبك في روضة من رياض الجنة ولا يجعله في حفرة من حفر النار. وفي الرؤيا موعظة لك ولغيرك من المسلمين، أنك حين علمت بحاله ماذا قلت؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، فلم تكمل الشهادتين واستيقظت. ففيها تذكير لك على أن تحسن الرجوع إلى الله عز وجل يا أخ عدنان، أنت وكل المسلمين، لأننا اليوم في دار عمل، وأهل القبور في دار الجزاء، ونحن في الدنيا في دار الممر، وهم تحولوا إلى دار المستقر يعني في الحياة البرزخية حياة القبر، لكنهم لم يعد بوسعهم أن يقولوا سبحان الله. يعني صاحبك يا أخ عدنان الآن في قبره لا يستطيع أن يقول سبحان الله، لا يستطيع أن يقول الحمد لله، لا يستطيع أن يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ولا أن يقرأ صفحة من القرآن، ولا أن يصلي ركعة، ولا أن يتصدق بصدقة. لماذا؟ انتهى دور العمل، سحبت الأوراق من القاعة الامتحانية من الطلاب، فتحول وين؟ إلى البرزخ، ثم يتحول إلى جنة أو نار، نسأل الله العافية من النار. فهي فيها تذكير لك ولغيرك من المسلمين أن تعود إلى الله عز وجل، أن ترجع إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا باللسان وعملا بالأركان وتصديقا بالقلب والجنان، حتى تلقى الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى وهو راض عنك. فأكثر من الزاد، تحصن بلا إله إلا الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. قالوا فمن قال حيا يا رسول الله؟ قال تلك أوجب وأوجب وأوجب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا إله إلا الله حصن حصين عظيم يقين الفتن والمحن ويقين عذاب الله عز وجل في الآخرة، إن قلناها باللسان وعملنا بمقتضاها بالأركان وصدقنا بها وآمنا بها بالأركان، والله تعالى أعلم. نعم، كان معنا الأخ كاظم يقول قبل سنة رأيت في المنام يعني أنه رأى رب العزة سبحانه وتعالى. نقول يا أخوة الكرام هذه المفردة مهمة، هل يرى المسلم ربه في الرؤيا؟ هذا يعني محط خلاف عند العلماء الذين يعني تخصصوا في مجال التفسير والتعبير، فالبعض يقول هذا أمر ممكن، والبعض يقول هذا أمر متعذر. فبما أنه يعني موطن خلاف فالأولى أن ننأى بأنفسنا عنه، لأنه أمر يعني لا يضبط بضابط بالسهولة. يعني حتى مثلا ولله المثل على تبارك وتقدس وتنزه، أنبياء الله وليس الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد من تفرد بالجمال والبهاء والكمال بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وآيات القرآنية وآيات الكونية وآيات التكوينية، حتى أنبياؤه سبحانه وتعالى، أنبياؤه عليه الصلاة والسلام، مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا ليس كل إنسان يقول رأيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني يؤخذ منه هذا الكلام مطلقا، لابد أن يسأل عما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام معه، عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام معه بالرؤية، عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تكلمنا عنها قبل حلقتين. فإن ثبت أنه وفق ذلك فنقول لقد رأيت محمد صلى الله عليه وسلم وجاءك آمرا أو ناهيا أو زاجرا أو مبشرا أو مرغبا أو مرهبا وما إلى ذلك. يقال فيما يروى في حق الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، ويعني جعلنا ممن يحسن التخلق بأخلاقه، فهو يعني عالم من أعلام المسلمين في زمانه ورجل من الصالحين معروف
رحمه الله برحمة الواسعة، أنه رأى في الرؤيا يعني على كرسي عظيم أو على عرش عظيم من يقول له: يا عبد القادر، أنا ربك وقد أحللت لك الحرام، افعل ما شئت. خلاص، الزنا حلال والسرقة حلال والربا حلال والخمر حلال، وهو يعلم لأنه من عباد الله الصالحين ومن علمائه العارفين، يعلم أن الله عز وجل يعني ما أحله فهو حلال وما حرمه فهو حرام، فلا يعقل أن يتحول الحرام إلى حلال. فقال له: اخسأ يا عدو الله، فأنت الشيطان. يقول: فتحول من هذا العرش العظيم وهذا الجسم العظيم إلى هيئة صغيرة وإلى جسم صغير وعلى كرسي صغير، فعلم أنه الشيطان. لكن كان عنده حصانة فكرية، حصانة عقائدية، حصانة سلوكية، حتى في الرؤية ما استطاع الشيطان أن يؤثر عليه، لأن الله عز وجل حفظه ووفقه. هكذا نقول لأخ كاظم ولغيره من الأخوة، والله تعالى والله تعالى أعلم. كان معنا الأخت أم أحمد، يعني هي لم تكمل رؤياها لأنها كان صوت غير واضح. الأخ كرار يقول: رؤيا تتكرر معي بكثرة، إنسانة خطبتها ثم تركتها فأراها باستمرار. نقول: يا أخ كرار، يعني هذه قد تكون من حديث النفس، لأنك تشغل نفسك بهذه الأنثى وكثيرا تفكر بها فتراها باستمرار، فإن كنت أهلا للزواج منها وكانت هي أهلا أن تكون زوجة لك فتقدم لها على سنة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، واطرق باب أهلها وتقدم للزواج منها، وإن كان الأمر غير ذلك فيغنيك الله عز وجل من فضله ويغنيها أيضا من فضله سبحانه وتعالى. كان معنا آخر شيء أختنا أم محمد من سامراء، تقول: رأيت في الرؤيا عاصفة قوية، ثم توقفت هذه العاصفة، ثم ظهر لنا القمر جليا بنوره كأنه يعني يتطاير منه اللؤلؤ أو يخرج منه اللؤلؤ. نقول: يا أختي محمد، هذه رؤيا طيبة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها بشارة في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم عموما والمسلمين في هذا البلد خصوصا، أن تنجلي هذه الغمة وأن تزول هذه الفتن وأن ترحل هذه المحن وأن تشرق الأرض بنور ربها من جديد إن شاء الله، وأن يعود الناس إلى دين الله عز وجل أفواجا أفواجا. معنا اتصال؟ نعم يا أخي الكرام، هذا يعني ما استطعنا أن يعني أن نفسره في هذه الحلقة. نسأل الله أن يجعل ما رأيتم خيرا تتلقونه أو شرا تتوقونه. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، يا قاضي الحاجات ويا رفع الدرجات ويا كاشف الكروبات ويا مجيب الدعوات، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. على أمل أن نلتقي أيها الأخوة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.